أحسن الله إليك. يقول السائل: ما هي كيفية إخراج زكاة الراتب حيث يكون أولهما قد مضى عليه الحول والبعض الآخر لم يمضي عليه الحول؟ هذا ذكر العلماء له حلا مريحا، وهو أن تجعل شهرا من السنة شهرا لزكاتك، تخرج زكاة ما تجمع لديك في هذا الشهر مما تم حوله وما لم يتم حوله إلى مثله من السنة القادمة، وبهذا تبرأ ذمتك إن شاء الله. نعم.